هي يو، اهلا بكم في سلسله فيديوهات اعمل ايه تعمل لو عايز تاكل من هارد. ايوه، المكان اللي كلنا عارفينه بس مش عارفين نطلب ايه منه. ومعانا حسين عبد العزيز. هو في ريفيل الكولا؟ هاردز مشهور باللحمه بتاعت الاغنياء والبطاطس الكيلي. طيب عايز ادخل هاردز واطلب من غير ما ادفع بالعمله الصعبه، اعمل ايه؟ يلا بينا نشوف الحوار ده. انا اكلت كتير من هاردز قبل كده، فعايزين واحد يطلب لاول مره عشان نخوض عليه التجربه. مالك بتبص لي كده ليه؟ لا يا عم. اصحى يا منطقه واسمع الليل. مساء الخير يا فندم، انا بيت هاردز. مساء النور. هو انا بعمل ايه هنا؟ هو قال لي اطلب ايه؟ انا عايز سوبر ستار. كومبو. ماشي. السعر اللي موجود على المنيو بيكون على الكومبو الميديوم، فلما قال له على اللارج كده هيضيف 7 جنيه عشان ياخد السايز الاكبر، بينما انك لو قلت له لا عايزه ريجلر سايز هتقل 7 جنيه من السعر اللي مكتوب على المنيو. بتبدل الفرايز بكيرلي؟ طيب بالنسبه للكيرلي فرايز اللي عرض عليه بدلها له، سعرها 28 جنيه الميديوم و31 جنيه ونص اللارج، ولو هتبدلها بالفرايز العاديه في الكومبو هتدفع زياده 12 جنيه. يلا نكمل. ودي يا حسين. موافقة بالإجماع. حاجة تانية مع الأوردر؟ لا. كتر خيرك والله. استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. إبداع والله. وبنرجع نقول هارديز غالي. مبسوط يا حسين؟ طيب لو عايز أطلب أعمل إيه؟ هارديز عملوا سندوتش جديد اسمه دبل. هاردز عملوا سندوتش جديد اسمه دبل هاردي. السندوتش دبل كومبو بيف او تشيكن، سعره 45 جنيه. اهم حاجة الثقة وتدخل تقول الطلب بتاعك مرة واحدة من غير ما تخليه يسألك على اي اضافات. يلا نروح نطلبه. سلام. سلام. كنت عايز واحد دبل هاردي بيف الكومبو ريجلر عادي. ده هنا؟ اه بالظبط. 45 جنيه تاني. والحساب كان 45 جنيه زي ما موجود في المنيو، والسعر بيكون شامل الضريبه وكل حاجه. والكومبو في الدبل هاردي بيكون ريجلر، يعني لو زودت 7 جنيه هتاخد الميديوم سايز. وبعد ما بتطلب بتاخد رقم والاوردر بيجي لك لحد عندك. الاندرتيكر مش عاجبه الكلام ده. فمعا لمحاربة الأماكن ذات الصراع الفاحش، وقولوا لنا عايزين الفيديوهات الجاية فين، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وتابعوني عشان تشوفوا الفيديوهات الجاية. فهب هب هب هب. يا اخي يا لهوي. انا كنت رايح الحصن ونزلتني مخصوص. لما شفتني يا عم والله يا حبيبي يا عم.